بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة المنتجبين. لعنة التطبيع مشكلة كبيرة في العالم العربي، خصوصا بهذه الظروف وهذا التوقيت اليوم. ما بال أمة العرب تتنازل عن أخلاقها، تتنازل عن شهامتها، عن قوميتها، عن روح العروبة. روح العروبة مستهدفة وإسلامنا مستهدف. البعض يروج لقضية بأن إسرائيل الكيان الصهيوني أمر واقع، بكل وقاحة يتكلمون عن جمال عبد الناصر، عن الزعماء العرب الذين حاربوا الكيان الصهيوني، اللي كانت الشعوب العربية كلها تلتف خلف هذا الزعيم لبناء وطن ولمحاربة الاستكبار الاستعماري أو الكيان الصهيوني اللي أوجد هذا الاستعمار في عالمنا العربي. أين الشعوب العربية الحية؟ أين من بنوا السد العالي؟ أين الشعوب العربية التي رفعت أعلام الوحدة العربية، التي تعاطفت مع الجزائر، هذه بلد المليون شهيد؟ أين المناضلين؟ أين الأحرار؟ هذه ليست كلمات إنشائية، هذا وجع بقلب كل عربي شريف. اليوم احنا ما عندنا اعداء في عالمنا العربي، في خصومات سياسيه، عرب تآمروا على العرب، نختلف بالملفات السياسيه، نختلف بالملف السوري، نختلف بالملف العراقي، نختلف حول محور المقاومه، نختلف في القضيه الفلسطينيه. هذا الوجع الاسلامي، هذا الوجع المسيحي، هذا وجع حقيقي في قلب كل مواطن عربي. البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد بها القدس. اليوم هجرنا القضية الفلسطينية، لماذا ماتت القومية العربية فينا؟ لماذا ماتت الشهامة العربية؟ أسفي على أمة العرب وقادة العرب الذين اليوم يجتمعون بالقمم العربية يدينون صاروخ قصفت فيه الرياض دون أن يتكلموا عن صواريخ وأسلحة محرمة دوليا تدك أرض اليمن، تدك أرض العرب، تقتل العرب. هذه الأنظمة العربية والرؤساء والقادة العرب لم يتكلموا عن قرار في الأمم المتحدة عن المجاعة في اليمن، لم يتكلم إنسان ولو على هامش المؤتمر عن هذه المأساة الكبيرة، لم يتكلموا عن حصار غزة، لم يتكلموا عن النازحين السوريين أو النازحين العراقيين بعد 2003. بعد 67 وهزيمة العرب ماتت القومية العربية في نفوس العرب. هذه الهزيمة لماذا انهزمنا؟ انهزمنا من خذلان الدول العربية، من خذلان الأنظمة العربية التي تآمرت وتواطأت على الوحدة العربية، ذات اليوم تتآمر على التقسيم للدول العربية، وجاءوا بما يسمى معاهدة السلام اللي وقع عليها الرئيس المصري أنور السادات، هي معاهدة استسلام واعتراف بهذا الكيان الصهيوني. وأيضا لم نلتفت إلى كارثة 48 والهجرات والحق الفلسطيني، وكذبنا على التاريخ، وكذبنا على الشعب العربي، وكذبنا على أنفسنا، وقتلنا الضمير العربي. واعترفت بعض الأنظمة العربية وجاهرت بالاعتراف بالكيان الصهيوني، وضاعت القضية الفلسطينية، وتوالت المعاهدات، وجاء التطبيع الفعلي. بعد غزو العراق للكويت جاءت القواعد الأمريكية في المنطقة، درسوا المنطقة، عاشوا في المنطقة، تمركزوا في المنطقة، وأصبح قدم الولايات المتحدة الأمريكية راسخ في الخليج العربي، وهذا الخليج العربي المخزون المالي للولايات المتحدة الأمريكية. بعد سنة 90 جاءت معاهدة أوسلو بال91، واعترفت السلطة الفلسطينية بالكيان الصهيوني، وأصبحنا نطالب ببعض أجزاء فلسطين. كل هذه نكسات،
واستمعنا بعد ذلك بقضية الشرق أوسط الجديد وخارطة الطريق. كل هذه مقدمات أمريكية صهيونية لما يسمى اليوم صفقة القرن. يريد الرئيس الأمريكي ترامب أن يحظى اليوم بالمجد الأمريكي بأنه هو في تاريخه أعلنت الدول العربية والخليجية التطبيع العلني مع هذا الكيان المغتصب للأراضي العربية وهذا الكيان المغتصب الذي دنس المقدسات الإسلامية والمسيحية. الإعلام أول من يطبع اليوم وبشكل متعمد ومبرمج لقتل روح العروبة ولقتل الضمير العربي والشهامة العربية والكرامة العربية. وأيضا بعض المسؤولين الخليجيين الأمير تركي الفيصل وهذه الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسرائيليين وأخراجها بالعلن متعمد لقتل الضمير العربي أمر واقع. يريدون أن يقولوا للشعوب العربية بأن إسرائيل أمر واقع. وأيضا الجنرال أنور عشقي وزيارات المتكررة وتصريحاته عبر القنوات الفضائية ويتكلم عن التطبيع ويتكلم بأن المنطقة تحتاج رجل سلام ورجل قوي كبنيامين نتنياهو. حياة العرب فقدوا الحياة. تطبيع الآن مطروح عاد شينا ما بينه. أنت الحين شوف إسرائيل ما هي قبل 40 سنة، إسرائيل الآن كان كيان مستقل. اليوم عندما نقول تطبيع نتكلم عن الصهاينة، نتكلم عن أناس اغتصبوا أرض، نحن نناصر المستضعف. نتكلم اليوم عن حق عربي، عن حق إسلامي، عن حق مسيحي. واليوم نستمع إلى الصيحات بأن الكيان الصهيوني أمر واقع. لن يكون الكيان الصهيوني أمر واقع أبدا. وأن حاول الإعلام العربي اليوم أن يسوق لأمراء الحرب، أن يسوق لتجار الحرب. التطبيع لا يخدم أحد سوى الأسر الحاكمة في الخليج العربي. نستمع اليوم لبعض الأمراء وبعض المسؤولين يتكلمون عن مشاريع كبيرة جدا تخدم المنطقة العربية، تؤمن وظائف، كمشروع نيوم على سبيل المثال، مشروع ضخم يخدم الأمة العربية، يكون بين مصر والمملكة العربية السعودية والأردن. أين موقع الكيان الصهيوني هذا المشروع؟ هل سمح الكيان الصهيوني اليوم بإقامة هذا المشروع؟ ما هو موقع الكيان الصهيوني من الناحية الاقتصادية؟ عندما قلت في بداية الحلقة تكلمت عن قضية القواعد الأمريكية في الخليج العربي، أتصور بأن الموساد الإسرائيلي سرح ومرح في كل المنطقة الخليجية وكتب التقارير. واليوم يعني ما شاء الله تبارك الله أنظمتنا العربية والخليجية تطبع دون حياء مع الكيان الصهيوني. وهذا اليوم ما جعل بعض الصهاينة المتطرفين اليوم بكل وقاحة يدنس مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هيئة كبار العلماء صمتوا ولم يتحدثوا أبدا عن زيارة هذا الإنسان الصهيوني وتدنيسه لمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويلتقط الصور الفوتوغرافية ويحمل حقيبة مكتوب عليها بالعبرية. هذا الرجل عندما دنس المسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبداية قالوا صور مفبركة. خرج الرجل وقال بكل صراحة: نعم زرت هذا المكان وبعلم أصدقائي المملكة العربية السعودية وأنا أحمل جواز وجنسية أخرى. وهم يعلمون جيدا بأن هذا الرجل صهيوني، هذا الرجل يحمل الجواز الإسرائيلي. الجواز الإسرائيلي والجنسية الإسرائيلية تعني بأني أنا قاتل، أنا اغتصبت أرض، أنا أخذت بيت ليس من بيتي، أنا شردت أسرة فلسطينية، أنا دمرت أسرة فلسطينية، أنا قتلت أو وافقت بصمتي على الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أمتنا العربية ظلمت، أمتنا الإسلامية ظلمت، أسرنا الفلسطينية ظلمت، جردوا، عذبوا 70 سنة، 70 سنة وأمة العرب تنزف. أتكلم عن كرامة أهدرت، ارتدينا هذا العقال الأسود حزنا على القدس. واليوم وزراء الخارجية وملوك وأمراء القدس الغربية عاصمة
الكيان الصهيوني لا تستحقون هذا العقال الأسود ولا تستحقون أن تكونوا عرب. كل إنسان يطبع مع الكيان الصهيوني يسقط نسبه في أمة العرب. كل إنسان يضع يده بيد صهيوني قاتل للشعب الفلسطيني لا يستحق أن يكون عربيا ولا أن يرتدي الزي العربي ولا أن يتكلم باللسان العربي. هنيئا لكم الأمركة، هنيئا لكم الصهينة. هذه المعاهدات الجديدة عندما نتكلم عن صفقة القرن يعني العربي ينزع ثوب العربي، عندما نتكلم عن صفقة القرن بمعنى نستغني عن شهامتنا وكرامتنا ورجولتنا، نستغني عن أرضنا. الإنسان من يبيع أرضه يبيع أرضه. صفقة القرن بأني أسخر من قبور شهداء جنوب لبنان ومصر. صفقة القرن لن تكون على حساب دماء الشعوب العربية، لن تكون على حساب الكرامة العربية. يجب أن تكون مواجهة القرن محور المقاومة من طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان، محور المقاومة من طرد أدوات الكيان الصهيوني في سوريا، محور المقاومة الذي انتصر على الكيان الصهيوني وأدوات الكيان الصهيوني وبعض الأنظمة المتأمركة العربية المتصهينة طردهم من العراق. محور المقاومة هو من سيكتب التاريخ وسيجعل من صفقة القرن مواجهة القرن. لن نطبع ولن تكون إسرائيل في المنطقة. محور المقاومة سيعود ليكون أولوية اهتمامه ورأس أولوياته وليعطي كل وقته ومن جملته حزب الله للقدس. مع الأسف أن هذه الأنظمة العربية لا تمثل لذاتها. عندما نتكلم عن جلالة الملك وعن فلان ولي أمر المسلمين، وهنا المرارة، ولاة الأمر اليوم يتكلمون رجال الدين عن ولاة الأمر، يزينون لولاة الأمر كل عمل قبيح، يباركون اليوم لهذه المشاريع، يباركون اليوم باعتقالهم للعلماء للمفكرين. نتفق معهم أو نختلف معهم يظلون مكون، هذا مكون اليوم مكون في الدولة. زمان كنا نتكلم عن الصالحين، يأتي أبو جعفر منصور يستفتي أبو حنيفة النعمان ويستفتي مالك بن أنس ويضرب مالك بن أنس ويسجن أبو حنيفة النعمان، وكان يقول إمام مالك بن أنس لأبو جعفر منصور: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بعلماء السلطة يقولون: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصر. وفي رواية أخرى وهابية: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الزورق. التطبيع، الظلم، فتاوى قديمة جديدة بأن الخروج اليوم بمسيرة تتضامن مع الشعب الفلسطيني غوغائية، نصرة الشعب الفلسطيني غوغائية، نصرة اليوم أو الكلام أو الدفاع عن حركة المقاومة حماس أو الجهاد أو حزب الله أو أي حركة إسلامية داخل فلسطين يصنف اليوم بأن هذا إرهاب. زوروا التاريخ. لذلك عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الإشراف العام على مناهج التعليم احذروهم، زوروا الأحاديث النبوية لصالح الكيان الصهيوني ولصالح هذه المرحلة الخطرة، لصالح صفقة القرن. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طالتها يد السلطة، طالت هذه الأحاديث يد علماء السوء. نعم أقولها علماء السوء، عندما يحرفون حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما يتماشى مع مزاجية الأمير والملك والسياسة الخارجية للبلد اليوم على المزاج. الحديث اللي كانت صحيحة من قبل اليوم ضعيفة، أحاديث الجهاد ضعيفة، أحاديث اليهود ضعيفة، الآيات الكريمة لا، هذه الآية نسخت، عبث في القرآن وروح القرآن وعبث بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يد الموساد الصهيوني تعبث بتراثنا الإسلامي،
تعبث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعبث بفهمنا للقرآن، تعبث بكتب التفاسير، كما كان كعب الأحبار زمان نشر بعض الأحاديث المكذوبة على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسربت بموروث الإسلامي بكتاب على سبيل المثال تفسير ابن كثير وغيرها، أحاديث كثيرة جاءت إسرائيليات وزورت موروثنا وتاريخنا وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم كعب الأحبار ولكنه صهيوني. الأمة العربية إلى أين؟ الأمة الإسلامية إلى أين؟ فقدنا كرامتنا ومشاعرنا الجميلة بقضايانا العربية، اليوم تقبلنا الكيان الصهيوني. لذلك اليوم إعلاميين العرب يتكلم بأن إسرائيل أمر واقع، ويجب أن نتعامل مع الكيان الصهيوني وننسى كل هذا التاريخ، وننسى فلسطين، وفلسطين لا تعني المسلمين، ننسى فلسطين وننسى الشعب الفلسطيني وهذا وتاريخ النضال، النضال إرهاب. الإعلام نجح، نعم الإعلام العربي طبع مع الكيان الصهيوني ونجح، واليوم المرحلة القادمة هو التطبيع الاقتصادي. التطبيع الاقتصادي موجود اليوم على قدم وساق بهذه المشاريع من تيران وسنافير. تيران وسنافير بلد السد العالي، بلد اللي حاربت الكيان الصهيوني، سلمت تيران وسنافير للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تمتلك أدلة ووثائق بأن هذه الجزيرة هي ملك للمملكة العربية السعودية، لا بأس، هناك محكمة، وهذا أمر شأن يعني بين الدول المتصارعة، وتنازلت عنها الحكومة الحالية المصرية بأن تيران وسنافيرية خاصة الأراضي السعودية بصرف النظر الآن بهذه القضية. ولكن توقيت اليوم وهذا الممر المائي لمن يقول بأن الخليج لن يطبع، لا، الخليج طبع عندما سلمت مصر تيران وسنافير للمملكة العربية السعودية، وتيران وسنافير تخضع لمعاهدة كامب ديفيد. فأي اليوم أي نقل لملكية الأرض للمملكة العربية السعودية للكويت لأي بلد كان، نقل ملكية الأرض لأي بلد آخر بمعنى ضمن دخلت هذه الدولة ضمن معاهدة كامب ديفيد، وهي اعتراف قانوني ورسمي بالكيان الصهيوني. إضاءتي للأمة العربية والإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحان الله، يعني هذه الآية كأنها تفضح الإسلام الكهنوتي. لا يشعرون لأن الإنسان تبلدت المشاعر، حب الدنيا، حب السلطة، حب الوجاهة. كثير من العلماء يمتلك مخزون علمي كبير جدا، عالم قام والله قامات كبيرة جدا، قامات سقطت من أعين الجماهير العربية عندما سخرت هذه العلوم وهذه المكانة العلمية وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى للسلطان أو للقواعد الأمريكية أو للصهاينة، ركن للظالمين. لذلك الآية الكريمة وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض الحقيقي حب الدنيا، عندما يموت ضميرك، يموت ضمير هذا العالم ولا يلتفت أبدا إلى كل مآسي الأمة العربية، ويزيل للسلطان بأن حصارك لفلان بلد فقير هو قربة إلى الله، بأن قصفك لهذا البلد قربة إلى الله، بأن محاربتك للمذهب الآخر ووصف للمذهب الآخر بأنه مجوسي، بأنه رافضي، ويبيح القتل ويزيل للسلطان كل هذا، هذا هو المرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، خسران الدنيا والآخرة.